ولو كان في المنتخب الوطني. حنايا كما يقول لك حنا استغلينا لعاب تاع فريق وطني هكذا هو في الفريق الوطني، علاش ما حبش يقعد في الفريق الوطني؟ كاين مشكله، ما كان حتى مشكله في الفريق الوطني، يعني كما نقول لك لا بريزون شارج تاعو عليه كما نقول لك في المستوى عنده كما نقول لك لي ميم زافونتاج كيما صحابو، يدرب كيما صحابو في الفريق ديالو نورمال. هنا السؤال اللي لازم نطرحوه هو للاولياء نتاعو، لان سيت ان مينور هكذا قاصر كما نقولوا، لازم كما نقول لك الاولياء نتاعو هما اللي يقولوا لنا علاش هذا ما كان، لان الاتحاديه هي تستغل طاقات تاع ولادها. حنا الطاقة تاعنا لما كانت عنده طاقة وعنده إمكانيات كان في الفريق الوطني، وراه المشكل اللي باش تتحملوا المشكل اللي دارته ولا تتحملوا الاتحادية، منظر ما كان حتى إشكال.